شغلت لي بالي بصراحة. أنا ما عاد فيني قادر كمل المسلسل ومولو للآخر. شو هالحكي ها؟ مثل ما عم قل لك. طيب إيه والحل؟ الحل بإيدنا وبسيط جدا. لا تقول لي ضغط النفقات، أنا ما عاد فيني أضغط أكثر من هيك. لا 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 طمن، لا في ضغط ولا هم يحزنون. كل ما هنالك إني تعاقدت مع مؤسسة إعلانية على 30 سبونسر بالمسلسل. 30 سبونسر؟ كيف يعني؟ يعني من خلال مشاهد مسلسلنا بنمرق لنا كم اعلان بشكل غير مباشر بنقبض عليهم. ايه بس ما بدها بس يا استاذ وليد، ما بدها بس بنوب. الشغله سهله كتير، من هون لقطه لعلبه شاي، من هون لقطه لبراد بوظه بشي كادر من هالكوادر، من هون كلوز للبطله وهي عم بتمسح دموعها بعلبه محارم ما، يعني بيمشي الحال. بس يعني عفوا استاذ ابو نايف، يعني أنا خايف هذا الشيء يأثر على البناء الدرامي للمشهد التمثيلي بالمسلسل كله. لك يا سيدي دخيلك، ما رح أصير له شيء البناء الدرامي إذا صار له شيء علي أنا. طيب خلص أوكي مثل ما بدك. أنا شو مطلوب مني هلا؟ المطلوب منك من بكرة الصبح رح يطلع معك على التصوير هذا مندوب المؤسسة تبع الإعلان، اسمه ممدوح، شاب كتير رايق وجنتل، تسمع منه وبتسمع اقتراحاته. اقتراحات بس؟ طبعا طبعا أستاذ وليد، بالآخر القرار إلك، انت مخرج العمل وانت اللي بتقرر. يلا يا جماعه مشان الله حاسفن، خلونا نشوف بروفا اخيره للمشهد. جاهزين استاذ؟ يلا خلينا نشوف. يلا شباب بروفا اخيره. اكيد اخر بروفا. اخر بروفا يلا اصلحها. يلا اوكي، يلا 5 4 3 2. ندى، ندى نحن يمكن وصلنا لآخر الطريق. أنو الطريق؟ نحن لازم نترك بعض. عصام أنت شو عم تحكي؟ ما بعرف شو بدي أقول لك. يا أما أنا فاشل وعديم الحيلة، يا أما في شي بالبلد غلط. المهم الظرف غلط. مشان هيك أنا قررت أتركك، أحمل حالي وهاجر لبرات البلد. طيب وأنا؟ انت فيك تختاري طريقك مثل ما انا اخترت طريقي. عصام، عصام انت اكيد عم تمزح، قلي انه عم تمزح. انا بامري ما حكيت جد مثل هالمرة. الخاتم. عصام، هي الصور. طب ليش عصام؟ ستوب، حلو كتير، يلا خلينا نصور. أستاذ وليد. نعم. يا ريت بهذا المشهد ندخل إعلان شاي أبو كيس. كيف ما مرقوا؟ بسيطة، هني وعم يمثلوا بيشربوا شاي بمقات مخصصة لشاي أبو كيس. طيب أوكي، يلا أعطوهم مقين شاي. إسماعيل يلا بلا صفن، ولا بدنا نروح على سوق الصفن بعدين. يلا ندى، ندى بعتقد انه نحن وصلنا لاخر الطريق. انو طريق؟ ندى، نحن لازم نترك بعض. عصام؟ عصام شو عم تحكي؟ ما بعرف شو بدي اقول لك. يا انا فاشل وعديم الحيل، يا اما الظرف سيء. بقصد جيد، الظرف ممتاز.
بس أنا اللي مو ظابط، مشان هيك أنا قررت هاجر وترك البلد. طيب وأنا؟ أنت فيك تختاري طريقك مثل ما أنا اخترت طريقي. عصام أنت أكيد عم تمزح عصام. أنا بعمري ما حكيت جد، بعمري ما حكيت جد مثل هالمرة. هاي الخاتم عصام وهي الصور. طيب ليش؟ عن إذنك عصام، عصام لا تروح. عصام عفوا. يلا هاتوا لنا الشاي. استاذ نحن جاهزين. يلا خمسة أربعة ثلاثة اثنين. لا تقل لي عصام، لا تقل لي انت غلطان والغلط راكبك. اللي صرفته مع ندى مو صح، مو صح، مو صح. طب كيف الواحد ممكن يتصرف هيك ظروف؟ كيف يا اخي الواحد بدور ببحبش بلاقي، مو انه والله هيك بياخذ القصه. يا ابن الحلال يا ابن الحلال، انا شخص مو ظابطه معي بنوم، هيك ما بتزبط معي لا القعده بالبلد ولا التعامل. انت جبان، لانك لو انك مالك جبان كنت بتواجه، ما بصير تنسحب. هذا الشيء اللي عم تحكيه ما ممكن الواحد يشوفه ابدا ولا يتعامل معه الا بهالطريقه. يا سيدي مو الحق عليك، الحق على اللي نصحك. حاجه بقى تنطوي تعمل لي قصص. انا ما اذا ما اذا 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 ما بدك خلص صرف لحالك. يلا بخاطرك، مع السلامه. يلا ستوب، هذا هو. برافو، مشهد كثير حلو، يا ريت تضلوا هيك. اللي بعده. أربعة ثلاثة اثنين. مرحبا سعاد، كيفك؟ ماشي حالي منيحة. لا ما صار معي شيء، لساتني على حطة إيدي. لك يا سعاد بدي أطلب منك شغلة، لك الله يخلي لي إياك يا رب. شو بدي أقلك، إذا بتقدري تعرفي لي لوين عصام سافر، جيبي لي عنوانه أو رقم تليفونه، بيكون كتير منيح. لا ما في شي، بعدين بقلك، في موال براسي وبدي غني. ايه طيب، ايه من قدام مطعم اللقمة الشهية. حزري شو عامل وجبة افطار كتير غنية، مقبلات وشوربة ووجبة رئيسية وحلو وفواكه ب 300 ليرة بس والأرجيل اكسترا. ايه سعاد خلاص انا اليوم عازمتك. ايه اتفقنا، هلا مو فرق بيناتنا، خلاص بشوفك المساء. يلا باي. ستوب، هذا هو. هاي خلصنا من اعلان المطعم، شو في عندنا غيره؟ خمسة أربعة ثلاثة اثنين. عن جد عم تحكي؟ مثل ما عم قلك، الزلمة لا سافر ولا شيء، أنا شفته بعيني. طيب لكان ليش عامل حاله مسافر؟ ما بعرف، بس أكيد عم يطبخ له شيء طبخة. وعلى سيرة الطبخ، منين جايب هالسمنة؟ هلا اشتريتها، عاملين عليها عرض مع كل علبة سمنة ظرف شوربة دجاجتي. دجاجتي بأجود التوابل للطعم الرائع. وطيبة هالسمنة؟ طيبة كتير، هي سمنة خيراتنا، مناكل منها ومنوفر ليراتنا. بس يا ريت في علبة كبيرة. يا ريتك ضليت ساكت. خيراتنا؟ خيراتنا. برافو، مشهد كتير حلو. هاي شطبنا اعلان السمنة. لك صحيح ما قلت لي، وين شفته؟ هذا يا سيدي انا كنت ماشي بالسوق بمحل الرجل الشيك، بتعرف ما بشتري تيابي الا من هنيك، لمحته عم يقطع الطريق باتجاه بوزة زاهر اللي على الطرف الثاني للطريق. ايه عرفتها، بوزة طيبة كتير كتير. ايه وبعدين؟ وضليت وراه وما خليته يشوفني لحتى قطع محل البوزة واتجه باتجاه بنك واحد زائد واحد. وشو هذا؟ بنك جديد؟ ايه بنك جديد، على فكرة عم يقدم تسهيلات كتير. المهم ضليت برات البنك عم بستناه قدام ابو شاكر للفلافل. وطول جوا بالبنك؟ ايه طول، ضل شي نص ساعة. بهالوقت اكلت سندويشتين من فلافل ابو شاكر. شو طيبة. ايه وبعدين؟
لما طلع من البنك قلت يا ولد ما عاد بدها، هجمت عليه وصرخت بوشه، قلت له استاذ عصام انت هون بالبلد وعامل حالك مسافر. ستوب، يعطيكم العافيه شباب. والله يا استاذ وليد لسه يعني رح يخلص التصوير، في عنا مواد ما اعلنا عنها. شو بطلع بايدي اعمل لك يعني؟ لا لازم ننزل اعلاناتنا باي طريقه، لا تنسى في بيناتنا عقود ومصاري والتزام. لك يا حبيبي يا استاذ ممدوح، كل اللي بقيان عندي كم مشهد يعني ما بتحمل ينحط فيه الاعلانات. طيب طيب طيب، ما في مشهد بين ياسمين ونعيم بالسياره؟ لك هي اللقطه يا دوب تطلع 20 ثانيه. يا اخي هي اللقطه فينا نعمل مشهد كامل، عرفت شلون؟ مثلا خلينا نقطعه بالصحراء، عرفت شلون؟ هيك بننزل كل اعلاناتنا. لك يا حبيبي هذا بده معناها نعيد كتابه مشهد من اول وجديد، والكاتب ما عم يرضى يعمل اي شيء. عندي يا استاذ وليد عندي. شو القصه كيمياء؟ انا بكتب. اكتبه انا. شو اعطيني قلم. شو اسمه؟ نعيم. ما صحيح، ما عملنا ولا دعايه لعلكي، مع انه منتج وطني مهم وفخر للصناعه الوطنيه. إيه لا ما في داعي، لانه العلكي راعي للتلفزيون من لما بيفتح لحتى يسكر، فما كثير مهم. ابو علي يلا حبيبي حرك حالك. يلا يلا شباب شدوا مني. بعدين تامر بعدين. حركة شباب مالك. استعداد؟ يلا جاهزين اسماعيل؟ ساعة عدسة يا حبيبي. معلش حبيبي الله يوفقك، خليني انا اعرف اتصرف. تصوير؟ تصوير يلا. أربعة خمسة خمسة قبل ثلاثة اثنين. عجبك؟ خلص البنزين. يعني ما كان فيك تعبي قبل ما نطلع؟ والله ماني حاسب حساب انه ما في كازيات على الطريق، بس بتعرفي هالشغله كانت لصالحنا. ليه بقى؟ لانه هيك بنكسب شوفه بعض اكثر. بس انا جوعانه. ما عاش الجوع يا ياسمين، محسوبك ما بيخلى من المعكرونه. معكرونة أم حبلادي، شو بتحبيها؟ سباجيتي ولا حلزون؟ هي اللي بيسمعك بيقول مقطوعين بالمطبخ مو بالبرية، على شو بدنا نطبخ المعكرونة؟ ولا يهمك، معي غاز أبو شعلة خصوصي للسيارين والمقاطيع، أمان 100% مع شعالة أوتوماتيك. مع هيك ما رح ينفعنا، شو بدك تفك صحن الدولاب وتطبخ عليه؟ معي صحون ستانلس ستيل، مو أي صحون، هاي صحون العكش. صحون العكش، ومعي سمنة خيراتنا، ومعي بندورة ألماسة وبهارات سعدية. ما في داعي حبيبي، رجع كل شيء لمحله. هلأ منطلع باصات الفردوس، باصات مكيفة ومريحة وفيها رحلات لجميع المحافظات وأفلام على طول الطريق وبدون استراحة. ستوب، يعطيكم العافية، نقلوا الكاميرا للطرف الثاني. يلا يلا شباب حركوا حالكم. لحظة 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 لحظة، مو هيك الاتفاق؟ نسيوا ال ايه صح، عن اذنك حبيب قلبي. يلا شباب حركوا شوي. اسماعيل جهزوا لنا غراض مشهد بار. يلا يلا يا اخي. يا شباب هاتوا ملابس المشهد اللي بعده. استاذ ياسين ممتاز، بدنا اياك باللقطة اللي جاية تقلنا جملة واحدة بس. لا استاذ معلش، انتم مرقتوا كل شيء ما حكينا، بس هيك زادت القصة عن حدها كثير. لك هي جملة واحدة يا أستاذ ياسين. يا أستاذ مو موضوع جملة أو جملتين، سلامة نظرك، أنا رجال شو دخلني بالأجنحة؟
لا أرى أمامك مفرا من إخبار يوليوس قيصر بما فعلت من إخفاء لغنائم الحرب وكنوزها، وقد يعفو عنك. إنه لا يسامح حتى أباه، وإن علم بأمري سيقتلني لا محالة. افتح يا باسيوس. أعتقد أنها النهاية. أجل، إنها النهاية. إنها فعلا النهاية. لا
لا لا تعال تعال لا 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 أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما بك يا رجل؟ ما الذي أصابك؟ لقد أفزعتني. لقد حلمت حلما سيئا يا زوجتي. ناوليني بعض الماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضل. سلمت يدك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد جن الرجل. اجلسي يا امرأة اجلسي، فوالله لا هو حلم غريب. فليقين الله شر هذه الأحلام. أخبرني بماذا حلمت. حلمت بأننا نعيش في زمن قديم، وأنني أخفي بعض غنائم الحرب عن القيصر. ولما كشف أمري أوسعني جنده طعنا بالسيوف. والله إنه لفأل سيء. ربما أحس مولاي السلطان بأنك أخذت بعض الأموال من الخزينة. صاحٍ يا امرأة، ربما سمعك أحد. أنت تعلمين أنني خازن بيت المال، ولا يمكن لأحد أن يشك بي. لقد حذرتك من سرقة أموال الخزينة، وهذه هي النتيجة. قلبي يقول لي بأن هذا الحلم ليس خيرا. من في الباب؟ افتح أيها الخازن، مولاي السلطان يطلبك الآن. افتح وإلا كسرت الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. الله يخزيك يا شيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يخزيك. علامك يا أخوي، شو اللي جرى لك؟ عين الله عليك. ما ادري يا بنت العم، انا بحلم ولا بعلم؟ الله يلعن ابو النوم وساعته. منام غريب عجيب. منام؟ وشنو هذا المنام اللي يخليك تفيق من نومك مرعوب؟ خبرني يا ولد عمي، طمن قلبي. حلمت اني انا وياك عايشين بزمن قديم، واقوم واسرق خزنة السلطان، وما حسيت وما دريت غير زلمة السلطان فوق راسي يبون يذبحوني. هذا هو جزاء أفعالك الشينة. كل يوم ترعه بالحلال وتعود به ناقص، وحين اللي يسألوك وجوه القبيلة عن الحلال الناقص تقلهم كلاه الوحش، وانت تكون بعته لرعيان القبائل الثانية. يا رجال خاف ربك يا رجال، تراه بكرة يكشفونك، وساعتها ما ينفعك الندم. ولج انشبي يا حرمة، ان شاء الله انقطع لسانك. كلام الليل يودي، ودك تفضحيني قدام وجوه القبيلة؟ يا أهل البيت. علامك يا متعب، علامك. يا هلا بخير يا أخوي. طويل العمر يريدك، يبي يشوفك الحين. الحين؟ الموضوع ما يستنى لشقوق الضوء؟ لا بالله، ترى إنه الموضوع خطير. وانت يا متعب ما تعرف وش هو الموضوع؟ خوفتني، وش هو اللي صاير؟ انت اللي تعرف الموضوع، اللي ما تخاف من ربك. امشي قدامنا طخيتك، امشي. يا ويلك يا مزنة، يا ويلك ويا سواد ليلك. تركني ولا لا؟ شو صار؟ شو في؟ شو يا لطيف؟ شو هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شو بك حبيبي؟ شو المنام؟ منام شو؟ جد منام بضحك. هلا عن جد فيقتني ورعبتني هالرعبة مشان منام وبيضحك. فعلا ثقيل. شفت منام بضحك بس بيخوف. شو يا ستي؟ قال أنا راعي من هدول الرعيان تبعات القبائل، بصير بسرق من الغنمات. وكنتي لابسة انتي فستان، بفرط بالضحك. وبعدين شيخ القبيلة بيبعت لي واحد هيك طويل اسمه مرعي. ايه اسمه متعب، بحط البارود المناخيري قديش حطني. ايه وبعدين؟ شو بعدين فقت. بتعرف صالح، يمكن انت الان مشان صفقة الاغذية الاخيرة. والله انا قلبي كان نازلي، ما كان لازم تفوت هيك اغذية فاسدة على البلد. لك شو عم تحكي انت؟
شو التخريفات؟ مشان الله قليلي شو التخريفات؟ واحد اسم كبير كتير مثل حكايتي من شو بده يخافها؟ لكن اللي أصغر مني عم يشتغلوا شروي غروي وعلى كيفهم وما حدا عم يحاسبهم. بعدين شو بنام السوز؟ شو نسيتي؟ نسيتي السيارة اللي بجيب لك يا حلوان الصفقة؟ نامي حبيبتي نامي. يبدو دقنا تليفون بهالوقت خير ولي الله يستر. الو مين؟ اهلين مهيب، شو القصة؟ خوفتني. بشرفها عم تحكي جد؟ طيب 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 مع السلامة. على خير، شو في؟ شغلت لي بالي؟ باركيلي لك ألف مبروك، بس على شو؟ على الصفقة. طلع المنام فاشور والبضاعة مرقت، مو قلت لك؟ حبيبتي أنا كم مرة قلت لك ما بدي أسمع هيك أغاني بالبيت؟ رعبتني الله يسامحك، شو بهم هالأغاني؟ والله حلوين ومهضومين والناس كتير بحبون. ماني عم قول ما بحبون، بس أنا ما بدي أسمع هيك أغاني بالبيت. هي الأغاني يا أحمد. خلص خلص، عم قل لك ما بدي أسمع هالأغاني بالبيت. طيب ما بدك كل هالعصبية يا شباب. عملتي قهوة؟ لا ما ساويت، استنيتك لتفيق لحتى ساوي ونشربها سوا. يلا سامحتك، روح غسل وشك وكون ساويت لها. يلا حبيبتي.
لك شو انت ما بتفهمي؟ لك شو كنت عم اقول لك من شوي؟ لك انا ما دخلني، كنت حاطه على برنامج طبخ، تغير وصار غنية. انت عن جد وحده ما بينحكى معك. يي شو صار لك؟ هلا ما كان فيك شيء؟ فعلا الكبر عبر بعد ما طلعت على التقاعد، مدري شو صار لك؟ الموضوع ما عاد ينحمل نهائيا. اخي ليش ما بتروح بتشوف شي دكتور؟ لك شو بدي اقول له للدكتور؟ يا دكتور معي مرض الدبكه. والله ما بعرف، بس الا ما يكون في حل يا احمد. يعني معقوله تقضي كل عمرك وانت عم تدبر؟ ما بعرف يا ربي منين اجتني هالمصيبه. انتبه انتبه احمد، شايف هاد اللي قاعد هني؟ ايه شبه يا سيدي؟ هاد من اشهر الدكاتره العصبيه والنفسيه بالبلد. أنا برأيي تقوم تروح تشوفه. وشو عرفك إني بدي طبيب؟ لك أخي شو راح تخسر؟ قوم شوفه واحكي له شو قصته. لو سمحت. تفضل أستاذ. بدي منك خدمة إجابة. على عيني. بتعرفوا له هذا الدكتور القاعد هني؟ معروف طبعا. الله يرضى عليك. يا ريت تروح لعنده وتقول له إنه في شخص حابب يجي لعندك يحكي معك. على عيني شكرا. والله فجلان يا زلمة. لا يا رجل عادي، قلت لك ما حتخسر شيء وبتتعرف عليه بالمرة دي. لكي لا، لأنه مرض مو طبيعي. يعني إذا كان مرض مو طبيعي. بسيطة بسيطة ولا يهمك. شو السؤال؟ مش الحال. شكرا. يلا يلا. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا. أنا بعتذر كتير كتير لأني قطعت لك غداك، بس دكتور الموضوع ضروري كتير. أنا الحقيقة ما بحكي بالشغل خارج أوقات العيادة، بس راح أسمعك. تفضل تفضل. شكرا يا دكتور. شكرا. خير إن شاء الله. أنا دكتور بعتذر وراح أحاول ما أخذ من وقتك. راح أدخل بالموضوع مباشرة. دكتور أنا عندي مشكلة دبكة. عفوا بس أنا بظن أنك غلطان، يعني أنا طبيب نفسي ما لي علاقة بالرأس. بعرف بعرف دكتور أكيد، بس أنا كان قصدي أنه يعني دكتور إلي مدة بس اسمع صوت أي أغنية شعبية ما بقدر أتمالك حالي نهائيا، ما بلاقي حالي غير قمت وبلشت أدبك. بحس حالي دكتور أنا فقدت السيطرة على نفسي وعلى جسمي، وبلش أدبك بهالشارع وبالبيت وعند الحلاق وعند الدكتور الأسنان وعند ما معقولة دكتور، ما معقولة نهائيا. بس عفوا أنا ما فهمت شو طبيعة شغلك. أنا مدير عام سابق دكتور. إيه بس شو علاقة الدبكة بالشغل؟ يعني حضرتك كنت تدبك أثناء شغلك؟ هلأ دكتور أنا طبيعة عملي ما إلي علاقة بالدبكة، بس مثل ما بتعرف يا دكتور أنا مدير عام وبينفرض علي بمنصبي انه شارك بكل المناسبات الوطنيه والشعبيه والانسانيه.
وبصراحة يا دكتور كنت اضطر جامل، يعني جامل الناس وانزل ادبك معه، ومثل ما بتعرف كمان يعني نحن عنا كتير مناسبات دكتور، احيانا بيكون باليوم في اكثر من مناسبة، يعني فيك تقول الي اذا قلنا 3 6 و6 و2 و8 يعني الي شي 40 سنة دكتور انا عم بدبك. اها يعني بفهم من حضرتك انه طوال حياتك كنت عم تدبك وما عم تشتغل. نعم دكتور. على كل هي كرتي في عليه ارقام التليفونات وعنوان العياده، خليني اشوفك بالعياده خلال كم يوم. ها بس كمان بدي منك انك تجيب لي قائمه بكل المناسبات اللي دبكت فيها. حاضر دكتور. انا بستاذن لانه تاخرت على العياده. يلا يلا بنشوفك. مع السلامه دكتور. مع السلامه. بك لك ابو حميد قعدت ونسيتني قاعد هني. المهم هلا قلت له؟ قلت له لكن ما قلت له. ايه وطمني، قال لك انه قضيتك ممكن تنحل؟ ما بعرف، طلب مني طلب اغرب من الخيال. يعني انت شرحت له؟ لكن شرحت له وطلب مني قائمه بكل المناسبات يلي احتفلت ودبكت فيها. حلو حلو، معناته تبقى قائمه. لكن انا بتذكر كل الاحتفالات. ليك دخيلك انا داء صدري، وخلينا نروح من المحل احسن ما تطلع لشي دبكه تشرشح قدام العالم. شرب شي شرب. حضرتك مدير عام؟ اي نعم سابقا. والشباب كلهم مدراء عامين؟ طبعا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. Let's go.
السلام عليكم. أهلين أهلين يا خي. أهلين. مرحبا. أهلا. إيه معنا حلوة مثل ما بتطلع على التلفزيون. 8417 واضح إنه رقمك 8417 كون هذه اللي على صدرك مكتوب عليها الرقم 8417. إيه خي. دورك يا مدورة. نحن دورنا نحن الاثنين مع بعض. ايه لانه نحن ناويين نعمل دويتو يعني يا منطلع سوا يا مننزل سوا. شو الله بيسر معنا. وليش جايبين البيبي معكم؟ ايه لا تواخذونا بس قلت لحالي بحطه عند حماتي ما قبلت قال ما لا فاضيه وامي الله يعينها ما لا قدران. لا هي الوالده كان بتحطه عندها بس يعني بتعمل بلا بلا ماشي ماشي العب خي يلا يلا. طب شو رح تسمعونا هلا؟ بدنا نسمعكم غنية للأستاذ المطرب يعني ملحم بركات. ممتاز يلا خي تفضل مباشر يعني يلا نحن جاهزين. فضل. نحن جاهزين للمباشرة. فضل. يلا بلشي من عندك. يلا لحظة. بدي فل ما تفلي. خلص عم قل لك بدي روح. ما تروحي العمى يا شو هاد اف. انت قاسي قاسي كتير وانت حمار. بس الله سد بوزك احسن ما اقدعي كفل ارلك سنانك ولا انت بتخلص وبتسد بوزك. ليش عم تقولي حمار قدام الجنين؟ لك مو هيك متفقين. لا لا ما اتفقنا هيك ما بتقولي حمار. شو ما اقول حمار؟ هلا بدك تعمل مراشد قدامها بدك ترجيع انك رجال يا بعدي. لا تحكي هالطريقه هي عم لك هلا بعمل شو بدك يعني تحكي؟ انت برامج عم تمشي معك مشوار. لا بتخش يا حمار شايدة. اعتقد انك من مصر كون اللافتة الموجودة مكتوب عليها مصر اذا ما كنت مخطئ. من مصر يعني اقدع الناس والحمد لله وناس في بيومي من حي البطنية وكذا كذا ان شاء الله ساعة البشا وخدمة حضرتك يعني كذا كذا هي ان شاء الله. من زمان بتغني؟ من لما كنت بطومي اصلا انا بغني يعني اصلا انا بحب الطرب والفرفشه والنغم والحاجات اللي زي واخده بال حضرتك يا فندم يعني ان شاء الله كده كده ان شاء الله. ايه خي بيومي شو ناوي تسمعنا اليوم؟ لا مؤاخذه انا ما بغنيش غير الحاجات الملتزمه والمتزمته يا باشا واخد بال حضرتك يعني كده هو يا باشا. ايوه يا باشا بالظبط. تقصد قلبي تقصد الاغاني الوطنيه تقصدها؟ الوطنيه والثوريه ويعني الملتزمه بنبض الشارع العربي انت عارف يا باشا واخد بال حضرتك. لا شكلك واخد والحمد لله واخد واخد. يلا خي بيومي سمعنا. سمع. غابت شمس الحق وصار الفجر غروب غابت شمس الحق وصار الفجر غروب وصار الفجر غروب وصار الفجر غروب وصار الفجر غروب وغابت شمس الحق وحق الشمس غابت وغابت شمس الحق وحق الشمس غابت وحق الشمس غابت وحق الشمس غابت يا عمي والله غابت نرفض احنا نموت قولوا لهم حنبقى بنرفض احنا نموت قولوا لهم حنبقى نرفض احنا نموت منموت احنا نرفض نرفض احنا نموت منموت احنا نرفض يا عمي قولوا لهم والنبي تقولوا لهم يا عمي بقى لهم احنا نرفض نموت ومنرفض احنا نموت ونموت احنا نرفض سنجافورة فورة هنلعب بها كورة والسنجافورة فورة وهنلعب بها كورة وحنلعب بها كورة وحنلعب بها كورة بس خلاص. بيومي ايش الاخبار؟ ايه المسخره دي؟ اذا كان انا ما نجحتش مين اللي حينجحش؟ مين هو؟ قصدك انه اللجنه؟ لجنه ايه اسمك ايه؟ انا اصلي راجل طيب حغني من جديد. انا اصلي راجل طيب حغني من جديد فنان مش متعيب صوتي زي الحديد صوتي زي الحديد ايه 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 ايه
ما تاخذنيش يا لجنه ما بتفهميش بالمغنى، ما تاخذنيش يا لجنه بالمغنى ما بتفهميش، بالمغنى ما بتفهميش. بس خلاص لك على راسي الجدعان والله جدع. لهاد مرتاح تبي أو ما تبي، كيف ما كنت كوني أنا لرد بي. لهوي مرتاح تبي أو ما تبي، وكيف ما كنت كوني